بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس الثاني في كورس الـ HTML. كنا انتهينا في الدرس السابق عن الباراجراف، فنرجع مراجعة بسيطة عن التكست وفي بعض الملاحظات. كنا اتكلمنا عن H1 هو الهيدنج بهذا الشكل، ده الهيدنج، وموجود عندنا طبعا السلسلة من H1 هيدنج كونتنت حتى الـ H6. موجود عندنا باراجراف اللي هو بهذا الشكل، باراجراف كونتنت. موجود عندنا الديفيجن كونتنت بهذا الشكل. في حاجه اسمها اتريبيوتس بهذا الشكل. الكلاس في اول تاج بنعرف عده اتريبيوتس زي الكلاس، زي الاي دي، ممكن لو ايمج نعرف لها ويدث، ممكن نعرف ايضا الهايت. طيب في عندنا عدة ملاحظات هنتكلم عشان نكون انتهينا من الباراجراف. لو عندنا this is italic paragraph، ولكن ده باراجراف، و باراجراف اخر this is underlined paragraph بهذا الشكل. فالإيتاليك هنضع بين الاي تاج، يبقى الكلمة دي تبقى إيتاليك ونشوف، والأندرلاين تبقى بين يو تاج بهذا الشكل، يبقى دي أندرلايند، نص أندرلاين. ده تبقى عشان نختم بس موضوع التكست ونسيف هذا الملف. فقمنا بفتح الملف في أي براوزر موجود. اللي استنتجنا من هذا الدرس ان الاي تاج بيحول نص الى ايتاليك، والايو تاج بيحول نص الى اندرلاين.